أشرفت الوزيرة المحافظة السامية للرغمنة مريم بن مولود صباح اليوم على انطلاق فعاليات اليوم الدراسي والإعلامي حول أهمية المركز الوطني للخدمات الرقمية، حيث أكدت أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مسار التحول الرقمي، داعية إلى توسيع الاستشارة في هذا المجال لتجاوز المعوقات حتى يتسنى عصرنة مختلف الإدارات والقطاعات، حيث تشهد الجزائر حالة التحول من الورقنة إلى الرقمنة، خاصة بعد توقيع المحافظة السامية للرقمنة في الجزائر مؤخرا مع تجمع هواوي الصيني اتفاقية لإنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، ويعد في حد ذاته إنجازا هاما يعكس الإرادة القوية لدى الدولة لدخول عالم الرقمنة الذي من شأنه أن يساعد على تسيير المشاريع وتعزيز السيادة الرقمية وتحقيق استقلالنا التكنولوجيا. إنشاء هويتنا الرقمية وضع تكنولوجيا جديدة متطورة لتأمين الولوج إليها بطريقة واحدة وموحدة، إلى جانب توطين الحلول المعطيات، وكذا إنشاء قاعدة بيانات وطنية للخدمات الرقمية ووضع خدمات الحوسبة، وكذا إدراج ومنها تسهيل عملية إدراج واستغلال التكنولوجيات المتقدمة كالبيك داتا البيانات الضخمة والانتيليجنس ارتيفيسيال الذكاء الاصطناعي. إن تجسيد كل هذه الحلول يرتكز على إنشاء بنية تحتية مكونة من مركزي بيانات يستجيبان لمعايير المصادقة من حيث التصميم والبناية. ومن الأمور الأساسية والمهمة التي سيحققها أيضا هذا المركز هي استضافة ومركزة البيانات الوطنية داخل التراب الوطني.